هلا اميغوس، اهلا فيكم في قناة ميرا. اليوم رح اعطيكم فيديو جديد رح نحكي فيه عن انواع البنات في الاقامة الجامعية، اكيد بحكم اني انا طالبة جامعية تعيسة. واكيد هدول الانواع اللي رح احكي عنهم هم الانواع الاكثر اللي انا شفتهم متداولين في الاقامة الجامعية. اكيد في انواع تانية ما رح احكي عنه عشان ما نطول هذا الفيديو. وقبل ما نبلش بالفيديو، اذا انت جديد في القناه اول مره بتشوفني، شو ناطر يا بيبي؟ انك تشترك في القناه بالضغط على زر السبسكرايب احمر وتشغل هون هذا الجرس. خلينا نوصل هذا الفيديو ل 1500 لايك، ولا تنسوا انكم تتابعوني على بقيه مواقع التواصل الاجتماعي، راح اخلي لكم كل اللينكس تحت والاسماء هون. اذا عندكم اي سؤال معين بخصوص الدراسه الجامعه، اي شيء يتعلق بالدراسه، ارسلوني هناك وان شاء الله راح اجاوب عن كل اسئلتكم. خلينا هيك ندردش ونتواصل مع بعض يا بيبي. هلا يلا نبلش بالفيديو. على بركة الله بأول نوع، هاي من طراز خشبي حبيبي. هاي وين ما تروح بتلاقيها ماسكة الموبايل، فوق الأرض، تحت الأرض، في الحمام، خارج الحمام، في المطبخ، في الصالون، في أي مكان بتلاقيها ماسكة الموبايل عم تحكي. النوع الثاني اللي بتصيح مشان ما بتمضي، فهي نصيحة أخوية، إياكم تقربوا صوب أبدا، عشان هي في هديك اللحظة بتتحول لشم قرير الساحرة. ويلو ويلو لبعيد قادت زايلو، لبعدي بحكي لبعدي، شوفي نعمل الطيف، لك شو مجنونة جبة دايسة، لك شو زميلة الجاسوسات بمرتبة سام وغلوفر وأليكس كلهم مع بعض، مهمتها في الحياة إنها تتجسس على مين درس ما درس. ليش؟ شو الفايدة؟ سؤال حير العلماء. ذاكرت كل دروس الأناتومي وعم تقولي ما ذاكرت ولا حرف؟ قولي لي شو كذابة. لا ما عم صدق، ما عم صدق، خلصت كل دروس البايوكيمستري والأناتومي وأنا خلصت كل المواد، فاضل بس علي صفحة. يا غشاشة يا حقيرية نصابة، أنا مولاي ملايالي وأنت جاية محضر حالك لعملية الغش ورح تاخد علامات أكتر مني. أخبر الأستاذ عنك، أخبر الأستاذ عنك وبصحك وبهدلك يا شرشوحة. هو أنا ليه اللي يصير معي هيك؟ هو أنا أصلاً كان بدي بس إنه أقول يعني إنه ما فيني، بس إنه أصلي إنه أنا هل فيني أروح على الحمام؟ لازم أسكر كل هدول الستائر وبلف بهذا الساق شباك الغرفة عشان ما حدا ينتبه إنه ضو غرفتي مفتوح بآخر الليل، عشان شو ما يفهموا إني أنا عم ذاكر. إيه لازم أخذ الدرجة الأولى. اللي مفكرة حالها أنا شايف منال ودايما منعطة وكل مرة بمصيبة، وليه يا أنتي شو سوت فينا؟ لك من وين هي الريحة؟ بعتقد انه السكن عم يحترق. ايه لا تخافي، لك هديك مريم عم تطبخ بالمطبخ. ايه ولو حالي عادية. عن جد فكرت انه المبدأ عم بيحترق. المشكلة جي الكل بيخاف منها ويحترمها، واهم خصال فيها الرجولية، اي صاحبة مواقف. لك تحي تحي، اما اللي عم يعاكسها حسام ابن عم جدو لصاحب البقاء اللي جنب الصيدلية اللي زرناها اخر مرة وقت سوزان كانت مرضانة، وقت اللي احكيلي قصة حياتك عم بيعاكسها وانا موجود؟ لا معاش. طيب شو دخلت خطيته من كاميرا امو شو سفاش؟ وهلا بنيجي للنوعية الكريمينال المسؤولة عن كل الجرائم اللي بتصير في الاقامة، فاذا ضاع منك شيء لا سمح الله، ضاع منك هيك بصدفة ربانية يا الهي، وبنفس الصدفة الربانية بتلاقيه انه عنده. شلون كيف؟ فهمتوا شو القصد؟ المتحيلة قلت لها سلفني هذا القميص بس هي ما رضيت. هلا رح تنسى خالص يا ماما. مش موجود، مش موجود اختها. هو بصراحة احنا بنبالغ شوي في قسم اختها، بس هو نوعا ما بيصير هيك. شو قلنا احنا؟ التلفزيون حرام.
الحديث مع غير المحرم حرام. الصيعة المستفزة. بتعرفي ليش انا مشوفك اتنين؟ بتعرفوا بنات انا بحبكم كتير. But sometimes yes, sometimes no. لك مين قال هاي؟ عدلي ما صح صح ايه مهرجان احمد مهرجان في القاين شو عايزكم بالمجان؟ استغفر الله العظيم من كل زمن عظيم. ما هزم نسي اراه ما هزم نسي اراه يا الهي لا تؤخذني ما فعل سوء فرعون. قيام راح تصير. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هاي بودكا او مش بودكا يا متعلمين يا بتوع المدارس. راح اعذبها زي ما عذبتني. وهيك يا بيبي بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. وبالنسبة للطالبات اللي اختبروا هاي التجربة اكتبونا تحت في التعليقات انتو اي نوع او شو اكتر نوع من هدول استفزكم. دير بالك مع حالكم احوالكم وقلوكم. نلتقي ان شاء الله في الفيديو القادم. ارمون يا بيبي سلامات يا هوا. سلامة باي باي. لك حاج رح تقفي. لك حاج رح تقفي. اوكي هاي بودكا او مش بودكا يا متعلمين يا بتوع المدارس رح اعذبها زي ما عذبتني.